كيف بتفوت على المكتب اولا من دون ما تطرق الباب وتستأذن؟ ظاهر حضرتك نسيتي انه هيدا بيتي مستأجرته. شو رأيك بهالحالة دفعك اجار؟ ايه وحبت مسك هلا بعمل لك عقد. مش عايز. وانا كمان ما بدي اربح جميلتك. وانا ما بسمح لك تحكي مع مين من كان. وليد منه مين من كان. وليد كنت حبه قبلك. وهلا تذكرتي هالحب؟ صدفة دخلك انت مش هلا تذكرت حبك للولو وضروري تقلديني؟ ولو انت كاتب كبير الناس بتاخدك مثل انبسط. اسمعي اذا وليدي بيجي لهون بعد بدي ارميه من الشباك فاهمه؟ دخلك ليه ما بترمي لولو ولا قلبك رقيق على الجنس الرقيق؟ ندى انا حر بقلبي. ما تعملي مثل يوسف وهبي. ها انا كمان حره بقلبي. انت خطيبتي. هذا كان زمان. هلا ممكن تتركني تعرف اشتغل؟ شو قصدك انه هيدا كان زمان؟ يعني قصة وانتهت. هلا طوينا الصفحة صرنا اصدقاء. انا مش عايز كون صديق. ما بدي كون صديق. اسمعي انا في خطبة بيني وبينك، يا منتجوز هلا يا اما ترك البيت وفتشيلك على شقة تانية. عم تهددني؟ فسري كلامي مثل ما بدي. ايه طيب انا من بكرة ناقلي. يا ريت تنقلي من هالساعة. هالقد مستعجل تيخليلك الجو مع لولو؟ لا مستعجل لأخلص من هالوقعة من الغلطة اللي غلطتها يوم اللي حبيتك. هيدا كل الحق عليه، لو لهديك الغلطة كنت بألف خير أنا هلأ. ايه عم تتبرجل على التليفون؟ شو فكر حالك انت لوحدك ندمان يعني؟